مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تفي، مرحبا بكم في البث المباشر مباشرة من مدينة المحمدية. معنا اليوم هاد الشاب هذا اللي نقدر نقولوا انه كيقول انه كيعالج بومزوي، كيعالج القولون العصبي، واللي عنده الوسواس ديال السحر والشعوذة يقدر يعالجه. فمن خلال هاد اللايف هذا غنعرفوا بزاف ديال الحوايج، غنعرفوا كيفاش انك تعرف راسك انك مسكون، وكيفاش غتعرف راسك واش انك فك السحر. وبزاف الناس يعرفوا انه عندهم الوسواس ديال السحر والشعوذة، وبزاف ديال الناس باغيين يعرفوا ان عندهم بومزوي كيفاش غيعالجوا راسهم من بومزوي. اخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفاش جاتك الفكره اخويا العزيز باش انك دير هذا المركز هذا، واش بديت تعالج من خلال الناس عن طريق التنويم المغناطيسي؟ اول حاجه انا كنت يعني كتخدم بلا مركز في الاول، كتخدم يعني غير كنت دي بلاصه على الناس، وكنخدم يعني اونلاين، كنخدم مع الناس بدون اخرين، كنخدم اونلاين. من بعد جمعت شويه ديال الفلوس الحمد لله، وقررت انني نفتح هذا المركز هذا في الدار عندنا، وبديت خدام والحمد لله، لقيت اقبال والحمد لله خدام بخير. واخا خويا العزيز بزاف ديال الناس غادي يتسالوا غايقول لك حنايا باش غادي نعرفوك انك انت اللي ناضي، يقول انا طبيب، اللي ناضي يقول انا كنعالج، بغينا نعرفوا الطريقه. انا ماشي طبيب. الله يعطيك الصحه. بغينا نعرفوا الطريقه باش كتعالج، وكيفاش كتقوم بتشخيص للامراض ديال الناس. طريقه العلاج كنعالج بالتنويم المغناطيسي، التنويم الايحائي. يعني الناس اللي كيكون عندهم الوسواس ديال الخوف او الوسواس ديال الموت، يعني الخوف من الموت او الوسواس ديال المرض، الناس اللي كيكون عندهم بومزوي او الناس اللي عندهم القولون العصبي، حيت بومزوي ماشي هو القولون العصبي، يعني بومزوي بوحده والقولون العصبي بوحده. الناس اللي كيكون عندهم الوسواس ديال المس او السحر، يعني ما كيكون عندهم لا مس لا سحر، ولكن كيكون عندهم واحد الوسواس راكب لهم في العقل ديالهم، وكيبقاو يفكروا بلي راه عندهم السحر وعندهم مس وعندهم كذا، يعني كيمشيو عند بزاف ديال الرقاش وما كيجيبش الله الشفاء. تما الانسان خاص يعرف بلي راه ما عنده لا سحر لا والو، عنده غير وسواس في العقل ديالو. واخا خويا العزيز يعني كيف ما قلت لي انك انت نبداو اول حاجه، يعني بزاف ديال الناس خويا انس ممكن رقم الهاتف، انا غنعطيك الرقم ديال الهاتف ديالو اخويا، زعما داك الرقم الهاتف. قلت لك اخويا بالنسبه لبومزوي هو اول حاجه قلت لي كتعالجها ملي كيجي عندك الشخص باش كيعرف الانسان انه بصح مريض بومزوي. الاعراض ديالو، الاعراض ديال بومزوي، اول حاجه يعني الحاجه اللي معروفه في بومزوي هو دقات بحال دقات ديال القلب، يعني نبض كيكون على الانسان في الكرش ديالو او في السره ديالو، يعني فم المعده او لحظه السره ديالو كيكون بحال الخبيط بحال دقات القلب. الخلعه والخوف والوسواس ديال الموت، كيكون الانسان يعني خايف من الموت. هذه القضيه اللي بغيت نفهم كيفاش ان الناس كيخافوا من الموت، يعني الموت حاجه ديال الله، كيفاش ان الناس كيخافوا من الموت؟ شوف كيكون وسواس، كيوقع واحد الاضطرابات في الهرمونات في الجسم ديال الانسان، كيولي الانسان كيفرز هرمون الخوف الادرينالين، والهرمون ديال التوتر والقلق الكورتيزول، كيبقى يفرزهم بواحد الطريقه اللي عشوائيه، يعني الانسان كيكون مريح ما بيهم عليه، يعني بارك عادي ما كيحسش شي موقف اللي يخليه يخاف ولا يتخلع ولا يحس بالقلق، وكيبقى يحس براسو ما مرتاحش، كيحس براسو خايف، حتى كيبداو النبضات ديال القلب ديالو كيضربوا بالجد، كيحس براسو بحال الا غيموت، كيحس براسو بحال الا غادي يسكت ليه القلب. تما كيكون الانسان عنده وسواس ديال وسواس ديال الخلعه من الموت، الخوف من الموت. واخا خويا العزيز كيف ما قلت لي انك انت كتعالج عده امراض اخرى، شنو هما الامراض اللي كتعالج؟ اليوم قلت لي ان حتى الادمان، الناس اللي مبليين بالكارو الحشيش الشراب تقدر تعالجهم، كيفاش كتم العلاج ديالهم؟ كيتم عن طريق يعني جلسات ديال التنويم المغناطيسي. بالنسبه للناس اللي عندهم الادمان، اللي عندهم الادمان ديال الكارو، في الحال ديالو ساهل، يعني حصه ولا جوج ديال الحصص، حتى ثلاثه ديال الحصص كاع صافي، الانسان كيرجع طبيعي، كيبعد من الكارو، كيبعد من المخدرات. واخا خويا العزيز شحال من عام انت في الدومين هذا وفي هذا المجال هذا اخي؟ بالضبط شحال باش دخلت؟ تقريبا شي 6 سنوات، ولكن باش بديت يعني العلاج بالضبط دابا تقريبا شي 3 سنوات بديت في تيك توك. يعني الطريقه ديال العلاج ديالك كيف ما قلتي انك انت في الاول بديتي ا ديستونس، يعني كتعالج عن بعد. عن بعد. كيفاش جات الفكره انك دير واحد يعني كيف ما قلنا مركز ديالك اللي تخدم به وتعاون به راسك وتمشى تداوي به عبر هي كثره الطلب وعاد يعني الحصص عن بعد ماشي بحال الحصه حضوريه، حصه حضوريه كتكون يعني النتيجه مضمونه 100%، حصص عن بعد كيكون فيهم بعض العراقيل، فهمتي كيفاش؟ ماشي بحال الانسان كيجي عندك حصه حضوريه كتخدم مع حصه اللي كتكون حصه مزيانه، ماشي حصه عن بعد. واخا خويا العزيز عندي بزاف ديال الناس كيتسالوا دابا، تقول لك بالنسبه لخويا بغينا نعرفوا حنا عندنا القولون العصبي. شوف شنو قال الفرق ما بين القولون وما بين بومزوي؟ بومزوي غالبا كيكون ناتج عن صدمات نفسيه او يعني الستريس وكثره التفكير، هو اللي كيتسبب لك في بومزوي، في ديك الخلعه والخوف. بالنسبه للناس اللي عندهم القولون العصبي كيكون عندهم اضطراب في القولون ديالهم، يعني في المصران ديالهم كيكون عندهم اضطرابات في المصران ديالهم، هما اللي كيتسببوا لهم في ديك الخلعه والخوف، لان القولون ديال الانسان علاش هما سموه القولون العصبي؟
لانه كيحتوي على واحد الخلايا، على واحد الشبكه ديال الخلايا العصبيه اللي كبيره متصله مباشره مع 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 المخ ديال الانسان. يعني اي اضطراب كيوقع لك في القولون ديالك كياثر لك على العقل ديالك والحاله النفسيه ديالك. واخا هو العزيز يعني كيف ما قلنا ان بزاف ديال الناس غادي يتسائلوا غيقول لك القولون العصبي واش هو بصح مرض ولا غير وسواس كيخشي كيجي لا شوف القولون العصبي مرض، لكن بومزويد غالبا كيكون غير وسواس. كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم واحد الاضطرابات في 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 الشريان الابهر ولا الشريان الاوراطي، هذا في هذه الحاله دي كيكون مرض عضوي، ولكن غالبا يعني 90% ديال الحالات كيكون غير مرض نفسي. واخا خويا كيف ما قلتي انك انت الظاهره ديال السحر والشعوذه حتى هي كتعالجها، ولكن انت قلتي ماشي كتحيد السحور، كتقول اللي عنده الوسواس ديال السحر. انا غادي نشرح لك كتحيدو، اشرح لي كيفاش كتعامل. مثلا غادي ندير واحد العمليه ديال التمثيل، مثلا انا جاي عندك السلام عليكم خويا، اسمك الله سعد، خويا سعد انا مسكون بالجن، انا ما كنعش بالليل كيبانوا لي الجن العاشق، الناس مشيت عند الراقي قال لي فك الجن العاشق، كيفاش غتعامل معاه؟ هذه هي المشكله ديال انك كتمشي عند واحد الراقي. انا ما كنشوف ما غاديش نعاند، ماشي كاع الرقات كاينين، بعض الرقات الله يهديهم كيخليو الانسان عايش في وساوس واوهام اللي ما كايناش، وغالبا غالبا غالب الناس اللي كيكون فيهم هاد الوسواس هذا كيكونوا النساء يعني العيالات، كيمشيو عند الفقهاء. خلي نسع لي الرقات، كتمشي عند واحد الفقيه ما كيعرفش كاع بينه وبين الله، كيعطيها واحد يعني كيخليها تدخل في واحد الوساوس، كيبقى عليها مثلا عندك ساكنين فك ملوك الجن، ساكن فك كذا. بحال واحد السيده واحد المره كانت جات عندي كتقول لي ما كنرتاح حتى كناكل الحنه، يعني داك الجن اللي فيا ما كيرتاح. المرا كتاكل الحنه؟ اه كتاكل الحنه، الا ما كلاتش الحنه ما كترتاحش، وهي في الاصل عندها غير وسواس، غير مرض نفسي، ما عندها لا جن لا والو. وكانت متوهمه بان يعني ذوك الفقهاء وهموها بان عندها واحد الجن، وذاك ساكن فيها واحد الجن، وذاك الجن ما كيرتاح حتى كياكل الحنه حتى كيشوف اللون الاحمر. ولكن بالنسبه لهاد الناس هادو كيفاش انت غادي تقوم بالعلاج ديالهم؟ واش غادي تبقى غير التنويم المغناطيسي ولا غادي تشغل عندك طريقه ديالك باش كتحيد منهم هاد الوسواس؟ شوف غير التنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي كيخليك انك تحكم في العقل الباطن ديال الانسان او اللاوعي ديال الانسان اللي هو مسؤول على ديك الافكار وعلى ديك يعني هو اللي كتكون مزروعه في ديك الفكره. وحنا كن يعني كنحيدوا ديك الفكره من العقل ديال الانسان، من العقل الباطن بالضبط ديال الانسان. واخا كيف ما قلتي لي ان يعني بنادم بزاف ديال الناس غيقول لك واه اللي جا بغى يولي طبيب، وحنا باش لا بلاشي انت باش تبقى كيف ما قلتي. بزاف ديال الناس غيقول لك واحد الاخ دابا قال لك واه كون كان خوخي داوي كون داوى راسو. اللهم لك الحمد داوي بخير، اللهم لك الحمد. واخا يعني كيفاش الصحه ديالي بخير. كيف ما قلتي انت انك عندك عده طرق، واش هذا التنويم المغناطيسي اللي كتعالج به واش قادر نقول لك ان قاري عليه؟ اه قاري ولا غير تشوف كدير التنويم؟ قاري عليه يعني قاري كتب وكذا هنا في المغرب راسي، واش قريت ليه في السعوديه؟ يعني قريت في السعوديه على التنويم ضروري. واخا كيفاش كتقوم يعني مثلا انا بغيت يعني تجي غادي لي انا التنويم، كيفاش غادي تقوم مثلا؟ كيفاش غادير التنويم؟ الا كان ممكن يعني نديرو على المباشر واحد التنويم غير واحد جوج دقائق وثلاثه ما فيش جوج دقائق. شوف التنويم اقل حاجه باش تدخل في واحد يعني اقل مده باش تدخل في حاله ديال التنويم خصك واحد ما بين ربع ساعه تقريبا. الاخ زكريا قال لك واش طريقه العلاج مضمونه بالنسبه لبومزوي؟ مضمونه اخي 100%. وشوف الناس يدخلوا عندي غير لاباج تيك توك راه غادي يشوفوا كل شيء. يعني واخا خويا واخا تقول لي رقم الهاتف ديالك، واحد السيد ومسميتو واحد الاخ دابا قال لك السلام كذوب بومزوي لا علاج له. هذه الفكره بالضبط، هذه الفكره بالضبط هي اللي غتخلي عمرو يتعالج. ما كاينش لكل داء دواء، الفكره اللي عنده هو عمره غتخليه يتعالج. علاش؟ لانك انت اصلا مقتنع بان فيك واحد المرض ما كيتعالجش، كيفاش غادي يعالجك واحد الشخص اخر ولا واحد الطبيب؟ بالضبط هاد السيد هذا اللي قال هاد الهضره هذه واخا يجري عند كاع الطب النفسيين، واخا يجري عند يعني يمشي لاي بلاصه ما غاديش يوصل لشي نتيجه. دابا كاينش مفاضل شنو اللي خلى ان هاد السيد يقول لك ان بومزوي كذوب وما عندوش العلاج؟ ما كاينش، شوف ما كاينش شي حاجه كذوب، هو حاس بالمرض ياك، ما كاينش شي حاجه ما عندهاش العلاج، لكل داء دواء، كل حاجه وكتعالج. كل حاجه ويعني كل مرض وخلق لي الله سبحانه وتعالى الدواء ديالو. واحد السيد دابا سولك قال لك واش كداوي على قطعه اللحم؟ لا يعني هذاك الشيء ما كداوش. لا الادمان بومزوي القولون العصبي والناس اللي عندهم الوسواس. يعني واخا نقدروا نديروا قال لك هذا الاخنيت اللي قال لك بومزوي كذوب قال لك انا ما خليتش حتى حاجه ولا دواء بحكم التجربه قال لك حتى حاجه دابا ما نفعش. نشرح لك واحد القضيه، الا كان عندك القولون العصبي نسى عليا بومزوي مثلا يقدر يكون عندك القولون العصبي، حيت شنو كيوقع؟ لا 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 الجهاز الهضمي ديالنا فيه خلايا عصبيه متصله مباشره مع الدماغ ديال الانسان، مع المخ ديال الانسان. اي اضطراب هنا في الامعاء ديالك غادي يدير لك اضطراب في العقل ديالك، غادي يتسبب لك في ديك الخلعه والخوف وكذا، وكتبقى طايح في حال الدوامه.
الا مرضتي من هنا راه غادي تمرض هنا والا مرضتي هنا غادي تمرض هنا واخا كيعالج واخا تعالج يعني القولون ديالك الا بقات النفسيه ديالك مريضه وبقى عندك داك الوسواس والخلع والخوف غادي يرد لك اضطرابات في القولون ديالك والعكس ثاني صحيح واخا تمشي عند طبيب نفساني وتعالج من ديك الخلع والخوف الا بقى القولون ديالك مريض غادي يرد لك المرض خاصك تعالج منه متزوج يعني تمشي عند طبيب ديال التغذيه ولا طبيب ديال الجهاز الهضمي وتتبع معاه وعاد تمشي مثلا عند طبيب نفسي يعني تحاول تعالج المرض العضوي عندك وعاد الحاله النفسيه ديالك. واخا خويا سعد ما لقيتيش واحد المشكل لان الناس يعني باقا الثقافه ديال التنويم المغناطيسي نقدر نقولوا باقا ما دخلاتش بزاف هنا في المغرب ما لقيتش مشاكل الناس ما كيتشيقوكش يقولوا واه هذا كذوب وهذا الشيء ما عندوش العلاج هذا الشيء لقيتي بعض المشاكل بحال هكا. قليل الصراحه قليل غالبيه الناس الحمد لله بزاف ديال الناس اخويا سعد كيقول لك دابا ما كانكش دير عن بعد غير واحد الحصه صغيره ديال التنويم عن بعد كيف ما كدير في تيك توك حاول ديرها لنا دابا. دابا شو هي غدا فيها ايحاءات وكذا وديك اللقطه فاش كنعطي انا الايحاءات ما كنحملش انني نبان في الكاميرا وكذا فهمتي كيفاش على الطريقه باش كنعطي الايحاءات. شوف اي واحد باغي يجرب التنويم عن بعد راه حاط فيديوهات ديالي مصوبهم مقادم حاطهم في لاباج ديالي غادي يدخل غادي يلقاهم يعني يقدر يدير غير الزياد ديالو يتكى فوق شي سرير ولا فوق شي ستار على ظهره يعني ياخذ شي بوزيسيون اللي مريحه يكون في شي بيت كالم ما فيه لا صداع لا والو يدير لي زياد ديالو يتشكى على ظهره ويخدم الفيديو وغادي يجرب التنويم عن بعد. يعني انت كيف ما كنقولوا التنويم اللي كتخدم به واش كتخدم عندك شي كلمات كتبقى تقولها ولا كل واحد والطريقه باش كيتعالج اخويا سعد؟ كل واحد غالبيه الحالات مثلا ديال العلاج كل واحد خاصك كتسولو على السبب اللي خلاه مثلا الا كان عنده صدمات نفسيه كتسولو على ديك الصدمه. الاخوان اللي عنده شي سؤال اللي عنده شي مقترح اللي عنده شي مشكل بغى يعرفوا راهو معنا الاخ دابا غادي يقول لكم اي حاجه يعني تعاليق كل راه نقراها ليه باش يقول لكم اش من مدينه متواجد هذا السيد. هذا السيد هذا اخويا في المحمديه الاخ ميلود قال لك هادشي اللي كتقول فيه كذوب اخويا العزيز اش كتقول ليه؟ شو هو كل واحد حر في الراي ديالو الا جيتو كذوب هو حر في الراي ديالو ما غاديش نتحكم يعني بالرأي. يجي جرب هذيك الساعه وقول هذيك الساعه شوف شكون اللي قال الحق وشكون اللي كذوب. واخا خويا سعد بالنسبه للناس اللي كيتسالوا اي واحد كيقول بان التروين كذوب انا قلت لهم دخل عندي غير التيك توك انا حاط فيديوهات ديالي خويا كريم راه غنقولوا الرقم ديال الهاتف ديالو غنقولوا الرقم ديالو غير بالمساجين اخي بالصوت ديالي وبالصوره ديالي ويجرب حاط فيديوهات غير التنويم المسرحي ماشي يعني التنويم العلاجي حتى التنويم العلاجي ما غاديش يخدم معاك فيديو ولكن التنويم المسرحي حاط فيديوهات اللي نقدر نخلي فيها بنادم من التليفون ما يقدرش يحرك رجله واخا خويا سعد ما يقدرش يحرك رجله الشخص اللي قال لك قبيله داك الشيء كذوب قال لك فين التواجد ديالك الاخ قال لك اقسم بالله مرضني هاد بومزوي بحكم كنخدم بالليل بعض المرات كتجيني السخفه اعطيه الحل ديالو شوف يجي عندي مجانا ما نتخلص ما عنده والو والا ما تعالش يطلع معاك في لايف ويكذب امام هاد الناس هادو كامل يعني اخويا مصطفى يعني ها هو راه قال لك دابا جي عنده يعني غادي نقولوا بلا شيء اخويا الاخ حسن قال لك بومزوي ليس مرضا عضويا وليس لاحد القدره على علاجه بومزوي مرض نفسي اخويا ماشي مرض عضوي حاله نفسيه وسواس كيتسبب ليك في ديك الاعراض في ديك الحاله واخا خويا واحد الاخ قال لك انا عندي الاوجاع في الامعاء كل مره كترجع لي الاوجاع واش بسبب بومزوي القولون العصبي يقدر يكون عنده اضطراب في القولون العصبي سوء التغذيه مثلا الماكله اللي كياكل بالنسبه للناس اللي عندهم قولون يحاولوا يتابعوا واحد الحميه يبعدوا من الحليب والمشتقات ديالو يبعدوا من القهوه يبعدوا من اتاي يبعدوا من المشروبات الغازيه اي حاجه غادي دير لهم لي غاز في الكرش ديالهم يبعدوا منها يبعدوا من الماكله اللي فيها العطريه بزاف يبعدوا من الماكله اللي موسخه كيف كنقولوا حنا الماكله موسخه بالدارجه يعني الماكله ديال الزنقه اللي فيها لي صوص بزاف طاكوس الماكله اللي فيها لي صوص كاع هادشي راه كيمحل القولون ديالك واحد السيده قالت لك واش اخويا العزيز كداوي على الامراض النفسيه والخلعه الخلعه بالضبط هذاك هو الاختصاص ديالي يعني الخلعه امراض نفسيه لا ماشي كاع الامراض النفسيه يعني كاين شي واحد مخشر العقلي ولا داكشي داكشي باختصاص ديال الطب قول لي داكشي كيحتاج ادويه وكيحتاج فهمتي ماشي ولكن بالنسبه للناس اللي عندهم الوسواس بالنسبه للناس اللي عندهم الخلع والخوف الناس اللي عندهم الفوبيا الناس اللي عندهم الادمان الناس اللي عندهم العادات السيئه هادشي اللي بغيت نقول لك انا الناس اللي عندهم العادات السيئه بحال اللي مثلا كي التبول لا ارادي كاين بعض الناس اللي كيبقاو ياكلوا الاظافر ديالهم وكذا كيكون عندهم واحد العادات السيئه الناس اللي كيتشمتموا في الهضره ما كيقدرش يتحكم في الهضره ديالو بزاف ديال الحوايج واخا خويا العزيز يعني كيف ما قلنا واحد السيد قال لك تماما اخي قال لك التغذيه ما كناكلش في الوقت هذا الشيء علاش واخا بالنسبه للناس العادات السيئه اللي كيديروا مثلا كيفاش الطريقه كتعالج بها؟ يعني كنعطيهم ايحاءات كندخلوا في واحد الحاله ديال التنويم يعني حاله ديال اللاوعي هي ما كتكونش ناعس ولكن كتكون في حاله ديال اللاوعي يعني ما واعيش باشنو طاري يعني كنفيقوا لك العقل الباطن ديالك فهذيك اللحظه كنحاول انني نعطيك ايحاءات
باش تخلص من داكشي، وكنحاول انني نحيد لك هذوك الافكار وذوك الوساوس اولا ديك العادات اللي كيخليوك تدير هكاك صافي. واخا الاخ حسن قال لك شحال من حصه كيحتاج بومزوي باش نتعالج؟ خويا بومزوي غالبا غالبا الناس اللي كيجيو عندي كندير معاهم حصه واحده وكيتبعوا معايا واحد النظام عادات يوميه، والى كاع يعني دعى الضروره كنقدر نزيد مع حصه ولكن كتكون عن بعد، ولكن الحصه الاوليه خص تكون ولا ود حضور. يعني بزاف ديال الناس يقول لك وانت باغي تاكل طرف ديال الخبز هادشي غير كذوب، باش غادي نتيقوك وباش غنعرفوا ان كلامك صحيح؟ جاوب لي هاد الناس هذا خويا سعد. انا راه كنقول لك، انا كنقول لك لي كومونتير باش من التعاليق الايجابيه والسلبيه باش نعرفوا شنو كاين. شوف اي واحد كيقول هكا مرحبا بي. انا اول حاجه الناس اللي ما عندهمش وكيجيو عندي ما كنرد حتى شي واحد، سواء عندك سواء ما عندكش، وهذا الشيء اصلا يعني ماشي واخدو غير خدمه لوجه الله. واش فهمتي كيفاش؟ اي واحد ما عندوش مرحبا به، عمرني غادي نقول شي واحد عطيني ولا خلصني ولا كذا، ما عندكش امريض مرحبا بك. يعني انت كيف ما قلتي انك مستعد انك تعالج بالمجان الناس اللي مريض اللي ما عندوش، اللي ما عندوش بصح يعني بصح ما عندوش مرحبا به اقسم بالله. ولكن يقدر اي واحد يجي يقول لك انا ما عنديش، يكذب عليك يقول لك انا ما عنديش وعالج. الانسان اللي ما عندوش راه باين ما عندوش، باش نكونوا متفقين. واخا خويا السي عبد الحق قال لك باش نعرف عندي بومزوي، تقدر تحس بلي عندك بحال نبضات في الكرش ديالك، يعني بحال نبضات ديال القلب، يا فم القلب ديالك يا في السره ديالك. كيكون عندك خوف من الموت مثلا، يعني يكون عندك وسواس الموت، يعني خوف من الموت او من المرض، دقات ديال القلب ديالك ديما كتحس بهم فين بحال اضطراب، يعني ديما خايف ودقات القلب ديالك كيضربوا، كتكون بارك ما بيك ما عليك، حتى كتجيك الخلعه والخوف وكتحس براسك تزير شي. اضطراب في النوم، ما كتنعسش مزيان، واخا تنعس كتفيق ديما مدقدق وحاس براسك عيان ما كترتاحش، وكاين بزاف ديال الاعراض اخرين. واخا خويا سعد بزاف ديال الناس كيسولوا على الماتيريال اللي كاين وراك غير لكان ممكن. شو هادو غير هادو غير كؤوس ديال الحجامه الجافه. واخا غير توريهم لينا باش الناس يعرفوا شنو كاين، بقاو معنا مشاهدينا الكرام، يعني باش انكم تقربوا هذا شنو هو هذا الكاس هذا وكيفاش كيتم بالعلاج ديالو خويا سعد. هذا ما كيعالجش الحجامه، ما كتعالجش بومزوي باش نكونوا متفقين. الحجامه الجافه غير كتخفف، حيت كيجيو عندي بعض الناس، حيت دابا اهم حاجه باش ينجح معاك الحصه، اهم حاجه باش تنجح معاك الحصه ديال التنويم خاصكش تكون مرتاح نفسيا، يعني تجي عندي ما خايف من والو ما حاسس بوالو. كيجيو عندي بعض الحالات كيكونوا مزيرين مخنوقين، كيكون عندهم هذاك النبض اللي قلت لك كاين في الكرش يكون مزيرهم. واخا خويا العزيز خويا سعد عطينا رقم الهاتف ديالك الاخوان، شي واحد يقيد نمره في كومونتير باش ان الناس اللي بغاو يتواصلوا معاه ولا يعيطوا لي، راه هو كيف ما قلنا لكم ديسبونيبل 24 ساعه على 24. قول لي رقم الهاتف ديالك ابو سعد. 07 81 54 62 02. فالاخوان دور الرقم ديالو، كنتمنى انكم يعني الناس اللي بغاو يعرضوا اللي يعرفوا، يعني كما قلنا يعني كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، عاود لي رقم الهاتف ديالك اخوان، شي واحد يكتبوا في كومونتير 06 عفوا 07 81 54 62 02 02. عاود لي الرقم ديالك اخر مره اخويا باش انا الناس يتاكدوا. 07 81 54 62 02. بزاف ديال الناس اخويا كيتسولوا قال لك بشحال الثمن ديال الحصه ديال بومزوي؟ يتواصلوا معايا في الخاص، ما كنفضلش انا نقول، ولكن الثمن اللي راه مزي وبسيط متناول الجميع. يعني كيف ما قلتي انت ان عندك تعالج ما عندكش غتعالج. حتى اللي كاع ما عندوش مرحبا به، حنا ما غاديش اللي ما عندوش بالصح، شفتي كيفاش؟ الناس اللي ما عندهمش مرحبا به. واخا الناس اللي كيتسالوا على البلاصه ديالك، انت اين بلاصه في محمديه اخويا العزيز؟ مستحيل فتح واحد المشروع، يعني فتح واحد. فالاخوان هذا هو الرقم ديالو كيف ما قلنا، اللي بغى يتواصل معاه يعني كيف ما قلنا، الناس اللي كيقول لك بومزوي اللي عندهم الوسواس اللي عنده شي حاجه، فكما قلنا هذا هو الرقم ديالو تواصلوا معاه راه يعطيكم الحل. الى هنا مشاهدي قناه شعب قناه شوف تيفي غنكتفيو بهذا القدر على امل ان نلقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.